وصلنا لواحدة من الفقرات اللي أنا كتير بحبها بصراحة، فقرة هاتريك مع الأستاذ حاتم شولي زميلنا برؤية وحبيبنا كمان. ومش بس هيك، دائما بيجيب لنا اخبار الرياضه اللي حل ما لها، اللي مش دائما بنشوفها بالاخبار، اللي انت بتحبها كمان، اللي انا بحبها كثير. تسالني اول ما فوت البرنامج عنها. ايوه اوكي، بس ما نحكي يا زلمه الحد. كيف الوضع؟ امورك تمام؟ الخطيبه كيف امورها؟ تمام. انت بدنا نفرح فيك. يلا قريبا ان شاء الله السنه الجايه. السنه الجايه يلا الف مبروك. شو في اخبار حلوه عندك؟ والله كثير عندنا اخبار. رونالدو جايب لي يعني عن كل اللعيبه بصراحه. بس في البدايه اكيد بدنا نمسي بالخير على كل اصدقائنا الرياضيين المتابعين فقرة هاتريك ضمن كارفان، وأكيد كل الناس بتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إما على فيسبوك، تويتر، إنستغرام، كمان حتى على يوتيوب. طول الأسبوع بإمكانكم تفاعلوا مع هاشتاج البرنامج هاشتاج كارفان. وبداية فقرتنا اليوم مع الدون كريستيانو رونالدو، حديث ملين بصراحة، كل مواقع التواصل الاجتماعي بيحكوا عنه. طبعا وقع على سنة 2021 مع ريال مدريد 5 سنين جداد، وأخذ أفضل لاعب في إسبانيا، ونشر فيديو على حسابه على إنستغرام بيوم واحد بس. بيوم واحد جاب أكثر من 4 مليون مشاهدة. عملوا في مقلب، تعالوا نشوف. شو رأيك؟ احنا عندنا الواحد بموت بيقولوا الله لا يرده، هذا طلع 4 مليون الحمد لله. 4 مليون على انستغرام، انت تخيل انستغرام مش فيسبوك. يا رب عقبال عندي وعندك يا حاتم. يلا خلينا نروح على المكسيك، بعيد عن خبر المكسيك. بعيد عن خبر عنده وعندك. ايوه، لاعب مكسيكي بيلعب قاعد، الحكم طال بطاقه حمراء واعطاه بطاقه حمراء. شو عمل اللاعب؟ نطح الحكم والحكم توفى. اوف اوف، لدرجه صار حديث تويتر في كل انحاء العالم. طبعا كلمه نطح يعني لانه زيدان في الزمانات عملها في كاس العالم، فربطوا الموضوع فيه، وكل حديث العالم عبر تويتر توفى الحكم للاسف، واللاعب استغل الفوضى اللي صارت في الملعب وهرب، وكل تويتر في العالم عم بيحكي عن هذا اللاعب المكسيكي اللي يعني عمل تصرف جدا مشين، يعني تصرف نهائيا لا يجوز لا في ارض الملعب ولا في اي مكان، وبالنهايه كره القدم هي روح رياضيه. طبعا هلا بيطلع اصله عربي هيك الميديا يعني ان شاء الله نتمنى ما يصير هذا الشيء. اكيد طبعا. بنروح كمان لخبر ثاني لنجم مانشستر يونايتد فان بيرسي اللي اصيب في مباراته الاخيره مع مانشستر يونايتد، وطبعا الناس حكوا انه راح يتعرض لفقدان البصر، ولكنه عبر تويتر زي ما احنا شايفين طلع وشكر كل الجماهير وطمنهم انه هو بصحه منيحه، وشكر كل الناس اللي تابعوا حالته الصحيه طوال الفتره الماضيه. عادي خليه فان بيرسي، كان بارسنال وتركنا وراح ليونايتد، وفان بيرسي بس نجم كبير اكيد نتمنى له يعني التوفيق. طب نروح لاخر خبر في فقره اليوم، وافق يعني خبر يعني احنا جايبين اليوم لكل الناس بيحبوا يعني الشغلات الغريبه في كره القدم، ويزيد تحديدا بحب الاخبار الرياضة والرومانسية. لاعب بحب حكم راح وبنص الملعب تقدم لها وقال لها بدي اتجوزك. يا سلام على الحب. يا سلام. حاتم فاز ولا خسر بالمباراة؟ شو مغربي شو؟ أقل إشي فاز. أصير قبل ما يفوز ويخسر تتعلموا تتعلموا منه. على فكرة هو فاز بالجيمين، أول إشي طلبها وقبلت وفاز بالجيم تبعه. تعلموا. ما شاء الله. رسالة لكل الشباب الأردني والعربي تعلموا. تفضل كمان. لو صار بملعب أردني هون كان سبق كفى حلقته. وأحرموه من كرة القدم مدى الحياة بجوز. يعني ممكن يصير على ملعب أردنية. بصراحة شو أحكي شغلة ممكن تصير، بس ردة الفعل ما راح تكون نفس ردة الفعل العالمية دائما، ومش حيفوز اللاعب بالمباراة إذا كمل المباراة مبدئيا. إحنا للأسف بجوز مرات بنحب نشوف الشغلات برا، بس عندنا بنحب نتخذها. أبو الحط يعني كل الحب، أنت بتعرف إنه أخوي اسمه حاتم كمان صح؟ احنا اخوان. يعطيك الف عافيه. الله يديم المحبه والاخبار الحلوه هاي، ونشوفك كل يوم ثلاثاء. شكرا لك كثير. شكرا لك. شكرا.